بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الرياء أن يعمل العبد الطاعة لا يريد ما عند الله، وإنما ليراه الناس فيثنوا عليه. والرياء من أخطر أمراض القلب، وهو من أكبر الكبائر، عده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله. ودليل ذلك أن الله عز وجل سماه شركا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون: لا يرائي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا على الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وكذلك الرياء من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله عز وجل على المنافقين: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الرياء يحبط العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثال ضربه الله عز وجل للذين يراؤون بأعمالهم، فمثلهم كما قال الله عز وجل كمثل صفوان أي حجر عليه تراب، يعني حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، فتركه أملس لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يستطيع الواحد منهم أن يحصل أجرا على عمله، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وكذلك يسمع الله عز وجل ويرائي بمن سمع وراءه، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني من سمع معناها من عمل العمل الصالح حتى يسمع الناس به فينال الثناء والمدح والشكر منه. من سمع أي من عمل عملا صالحا فسمع الناس، فسمع الناس وسمع الناس، فجزاؤه أن الله عز وجل يسمع به، أي أن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة فيسمع كل واحد عنه أنه كان كاذبا، وإنما أراد بعمله الصالح أن يسمع به الناس. جزاؤه أن يسمع الله عز وجل به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن عمل عملا صالحا ليراه الناس فينال الثناء والمدح منهم يرائي الله به، فيراه الأشهاد أنه كاذب، يعلمون أنه كان كاذبا.
وروى الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه، أي الله، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. قال الله عز وجل: ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، أي عرفه الله عز وجل نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل: ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ثم ضرب على ركبتيه، يقول أبو هريرة: ثم ضرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على ركبتين، فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. والذي روى هذا الحديث شفي التابعي المعروف، وقد سمع ذلك من أبي هريرة، ثم روى هذا الحديث على معاوية، فلما أخبره بهذا الحديث عن أبي هريرة فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا، أي فعل بالشهيد والمنفق والعالم وقارئ القرآن، فعل بهم هذا؟ قال معاوية رضي الله عنه: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله. وتلا قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمرائي يخسر عمله في الدنيا وكذلك يدخل النار في الآخرة. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، الذين هم يراءون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الرياء، وكان يخشى على أمته الرياء أكثر من خشيته على أمته المسيح الدجال، وهذا ثابت في الصحيح، روى المنذري وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. فقال: الشرك الخفي. الشرك الخفي أي الرياء. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يقوم الرجل يصلي فإذا رأى الناس ينظرون إليه حسن صلاته وزينها. لذا ينبغي على المسلم أن يكون مخلصا لله عز وجل في السر والعلن، فأخلص النية والعمل لله، فإذا صليت فصلي لله، وإذا تصدقت فتصدق لله،
وإذا تعلمت فتعلم لله، وإذا علمت فعلم لله، وإياك والرياء، واعقل قول ربك عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني أنت ما أمرت إلا لتعبد الله مخلصا له الدين. وكن ممن قال الله عز وجل فيهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحذر أن تكون ممن قال الله عز وجل فيهم: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتضرع لربك بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتزود ليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.